السلام عليكم متابعين الكرام، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. واليوم كيف ما عودتكم دائما كل نهار قصه جديده، واخا كنمروا صراحه بواحد الازمه اللي قاهره، ولكن الحمد لله عليها يا سيدي ربي، وكنتمنوا من كل شيء يكون بخير وعلى خير. المهم غادي نبدا لكم القصه ديالي. قبل ما نجي انا لهاد الدنيا، فاش كانت ماما صغيره وقع ليها مشكل مع واحد السيد وفتك البكره ديالها وحملات منه، بحكم كانت صغيره ما لقاتش لي عاونها، ولدات داك الولد اعطاتو شي ناس تبناوه. كانت هي مره كتمشي تزورو هي واحد خالتي، بقات هكداك مده. فاش كبر الولد صافي ما بقات كتمشي لعندو، من ثم خرجت ماما للطريق ورجعت كدير علاقات مع الرجال. من بعد تعرفت على الوالد ديالي، وحتى هو حملات منه داك الجنين هو انا. فاش ساق الخبر للوالد انها حامله قال ليها ضروري ديري اجهاض. نادت هي مشات قالت لواحد السيد كتعرفو، قال ليها هذاك السيد راه الا طيحتي هادشي اللي في كرشك غادي ينكرك وما غاديش يتزوج بك. المهم ما رفضت ديال الاشهاد. فاش ولداتني عاد جا الوالد خطبها، من وراها تزوجو، ومن نهار اللي تزوجو هما في المشاكل. ثلاث ايام ولدات عاوتاني معاه وليد وبنيه اللي هما خوتي انا. المهم هي هذيك ماما واخا تزوجات ما تابتش، بقات كدير الحرام بحكم الوالد كان بخيل معها بزاف، وهادشي اللي خلاها دير علاقات مع رجال باش يعطيوها الفلوس. وهادشي اللي كانوا هادشي اللي كانت كديرو غير فاش كانت كتمشي عند العائله ديالها باش الوالد ما يردش ليها البال. واغلبيه الاحيان كان عندها علاقه مع داك السيد اللي ما خلاهاش تطيحني. هاد السيد هذا كان كيسكن في نفس الحي اللي ساكنه فيه الدار ديال العائله ديالها، وكان لاباس عليه وكان ساكن غير بوحدو حيت ولادو عايشين في الخارج، حيت هو كان راجل كبير تكون عنده ديك 60 عام. المهم كانت دائما كتمشي في كل عطله. فاش كبرت انا شويه بديت كنفهم، رجع السيد كيتحرش بيا انا وكيدير معايا داكشي غير سطحيني، كيبوسني يتقرب مني. واخا كنت صغيره ما كانش كيعجبني الحال دوك التصرفات ديالو. بقيت صابره حتى لواحد النهار قلت لماما ما نبقاوش نمشيو عند فلان، راه ماما كيتحرش بيا. دازت ليام حتى لواحد النهار اللي مرض فيه الوالد ديالي بمرض السل ودخل ينعس في السبيطار. خدتني ماما نجلس مع خالتي حيت كانت مقابله الوالد، وفي ديك الوقيته اللي كنت جالسه انا مع خالتي كان ولدها دائما كيعايروني هكذا بماما، كيقولوا لي يا ماما كتخرج وكدير وكتفعل مع الرجال، وكيتحرشوا بيا وكيقولوا لي اجي نديروا لك كيف كدير ماماك، يعني كيديروا لي حاجات خايبين. مع العلم كنا غير صغار ما عليناش. فاش برا الوالد خرج من السبيطار رجعت انا لدارنا. واحد النهار كنا في الدار هو يتصل داك السيد الكبير لماما، فاش شاف الوالد ديالي الابيل ديالو تخاصم معاها من موراها طلقها، حيت اصلا كان غير على سبه وكان باغي غير يتهنى من ماما وحتى مني انا وخوتي باش يمشي يعيش حياته. ونيت حتى العائله ديالو كانوا مشعوذين وما كيحملوش ماما. فاش الوالد كانوا كيطلقوا هو ماما، مشات ماما وخوتي عند العائله ديالها. بقيت انا مع الوالد. في ديك الوقيته كان الوالد كيضغط عليا باش نعاود ليه شنو كان كيوقع ما بين ماما وداك السيد. بكثره ما كان كيضربني وغوت عليا، كنت كنقول ليه غير واه. مثلا فاش كان كيقول لي واش شفتيهم جوج في الفراش كنقول ليه واه غير باش ما يضربنيش، واخا انا ما شفت ما والو. وإلا قلت ليه ما شفت والو كيبقى يقول لي انت كذابه وكيغوت عليا. المهم من ورا هادشي داروا الطلاق اتفاقي وتنازلت ماما على الحقوق ديالها كاملين، ومشات بحالها هي واختي الصغيره، مشاو لدار اختها. بقيت انا وخويا عايشين مع با، وكنا كنقراو. وفي ديك الوقيته كان كيتاجر في المخدرات، يعني كان كيتاجر غير بداكشي البسيط وصافي، ماشي شي حاجه اللي كانت كبيره. مع العلم الاغلبيه انا وخويا كنكونوا مع جداتي في السفلين. فاش كنت كنطلع لعند بابا الفوق مره كان كيحاول يتقرب مني، مثلا كيقول لي انت عندك لاطاي زوينه بحال ماما. كان كيدير يدو هكذا في صدري كيقول لي عندك داكشي كبير كيفاش كبر بهاد السرعه. شي مرات كان كيعطي لي تليفون كيجلسني فوق حاشاكم معنا. ما كنت كنفهم والو صراحه، كان كيجيني داكشي طبيعي صافي. بقيت على داك الحال. فاش كنت كنقرا في السابعه انا بابا خطب واحد السيده، انا كنت مصاحبه مع اختها وكنا داخلين بجوج بينا لواحد الجروب، وهي كانت كتهضر مع واحد الولد وانا كنت كنهضر مع صاحبه. بقينا على تواصل غير في التليفون حتى لواحد النهار خرجت انا وياها باش نتلاقاو مع دوك الولاد، ولكن بكثره ما كنا خايفين شفناهم غير من البعيد ورجعنا بحالنا. فاش وصلت للدار قال لي بابا فين كنتي، بدا كيغوت عليا حيد لي التليفون. لقاني كنهضر مع ثلاثه ديال الولاد، داك الولد اللي كنهضر معاه وجوج وحدين اخرين اللي كانوا غير اصدقاء فقط.
حيت فاش لقاهم عندي في التليفون عطاني قتلة ديال العصا وخدا ليا التليفون. دازت واحد المدة، نهار كنت عند بابا في الدار قلت له عطي ليا التليفون، قال لي نو. قلت له عافاك بابا، قال لي الا بغيتي التليفون خاصك تبوسيه. راكم فهمتوني بلا ما نزيد ندخل معكم في التفاصيل. ما نكذبش عليكم اخوتي، هادشي كامل اللي عاودت لكم عقلت عليه، الا هادي ما بقيتش عاقله واش درت داكشي اللي طلبني ولا لا، حيت انا بحال ديك اللقطه تمسحات ليا من الذاكره ديالي من غير انه تقرب مني وباسني وداكشي. هادشي فقط اللي عقلت عليه، ما عليناش. فاش عطى ليا بابا تليفون اتصلت بماما وعاودت ليها داكشي اللي دار معايا. قالت لي اجي عندي لدار خالتك، حيت هي كانت مره كتكون عند اختها مره في دار عمها، بحكم حتى والديها اللي هما جدودي كانوا مطلقين. ايوا لا غد ليه هربت من المدرسه ومشيت عندها، ومن تما ما رجعتش لديك المدرسه، بقيت عايشه مع ماما. دازت واحد المده، خرجت كرات لينا واحد البيت واستقرينا فيه. ماما ما كانتش يعني كدير شي خدمه اخرى، راه كانت غير كتفسد، وبديك الفلوس باش كنا عايشين صافي بقينا هكذاك. كانت دائما كتاخذني معاها لعند داك السيد اللي قلت لكم عليه كان كيتحرش بيا فاش كنت صغيره. تصوروا واخا قلت ليها انه كان كيتحرش بيا ما تسوقاتش نهائيا. وفاش رجعت هاد المره نعيش معاها، رجعت كتعمد تاخذني معاها لعندو بالعاني. في الاول كانت كتقول لي سيري جلسي معاه، سيري شوفي شنو خاصو. في التالي ولات كتخرج وتخليني معاه بوحدي في الدار وانا ما فاهمه والو، واخا كنت كبيره شويه. اصلا ما عمرني ما توقعت باللي ماما تبغي دير لي شي حاجه خايبه، يعني شي حاجه اللي غادي تضرني. صافي من بعد رجعت ولات هي سيادي كتصيفطني عنده فاش ما كتلقاش باش تخلص الكره، فاش ما كنبغيش ليها كتبقى تغوت وتزعف عليا وكنضطر نقبل، حيت عارفه الا ما خلصناش الكره راه ما عندنا فين غادي نمشيو. صافي كنت كنمشي لعندو ونخليه يمارس معايا ويعطي ليا الفلوس وكيعطي ليا باش نكسي راسي وكنرجع بحالي. بقيت هكذا. من بعد قال ليا غادي نبقى نعطيك كل شهر الفلوس قدا وقدا، يعني هذا المبلغ، ولكن غادي تخليني نفتك البكرة ديالك. انا ما قبلتش ليه، عمرو فرض عليا شي حاجه كان كيخليني على خاطري، ولكن الا ما خليتوش يعني يدير معايا داكشي سطحي ما كيبغيش يعطي ليا الفلوس. هي هذيك في الصيف ما بقيتش كنمشي لعندو حيت دخلت لواحد الصالون باش نتعلم الحلاقه، وكانت كتعطي ليا ديك السيده 50 درهم في السيمانه بها باش كنت كنقضي. فاش وصلت للدخول المدرسي رجعت عاوتاني كنمشي لعندو كل مره، عاوني باش نسجل، شرا ليا الحوايج داكشي اللي خصني. الصراحه كنت كنبقى فيه بزاف اكثر هي باش كنت كنعاود ليه داكشي اللي كدير معايا ماما. المهم من بعد رجعت ماما كتبغي واحد السيد كانت كتجيبو لعندنا للدار دائما. انا ما كانش كيعجبني الحال حيت عندنا دار غير صغيره فيها بيت كوزينه وواحد وسط الدار صغير، وفاش كتجيب هي هذاك وكتجلس معاه في وسط الدار كيبقى يكمل والريحه كتغلبنا. ماما كانت كتبغيه بزاف لواحد الدرجه ما كتصوروش، كانت كيحسبت ليها راه غادي يتزوج بها. بقات هكذاك، وفي نفس الوقت كانت كدير علاقه مع رجال اخرين. بقات هكذاك حتى حملت وما لقاتش الفلوس باش دير الاجهاض. صافي ولدت داك الوليد، فاش ولداتو غادي تعطيه لشي مرا، ولكن ما عرفت شنو وقع باش ما عطاتولهاش. حصل واحد النهار جات عندنا خالتي ولقاتو مكرفس بحكم ما كانش كيلقى اللي يقابلوه، وهي كتقول ليها خالتي غادي ناخذو نربيه. فعلا حاليا راه طلع في 3 سنين وباقي مع خالتي. قبل ما تولد ماما هاد الوليد كان وقع ليها مشكل مع داك السيد اللي كتمشي عندو للدار. واحد المره شديت العطله مشيت جلست معاه في الدار 3 ايام. انا شي مرات ما كانش كيجيني النعاس، هو كان كيعطيني الفاني ديالنا اش نشربو باش ننعس. بقيت هكا دوزت مع هذيك 3 ايام ورجعت في حالتي للدار. ومن بعد رجعت فوق ما كنمشي نبات معاه كيقول لي شربي الفانيت. في الاول ما ديت ما جبت، ولكن بديت من بعد بديت كنلاحظ انه كيحكر بزاف باش نشرب داك الفانيت. رجعت كنشك فيه انه كيدير لي شي حاجه باش كنكون ناعسه، باش شكيت كثر. واحد النهار عطى لي 2000 درهم، جاتني غريبه كيفاش زعما مع العلم عمرو عطى لي بحال هذا المبلغ هذا نهائيا. كان كيعطي لي غير باش نخلص الكرا فقط، ما عليناش، ما يعني عمرو زعما ما عطى لي دوك الفلوس. رجعت عندو وقلت ليه انا ما غاديش نشرب هاد المره داك الفانيت ونشوف شنو غادي يدير. وفعلا ما شربتوش، لكن ما وقع والو داك النهار. هي هذيك داس مده كان هو مرض بشي مرض ومشى للخارج باش يدير العمليه. ايوا صافي من موراها رجع للمغرب. وفاش رجع عاوتاني كنمشي لعندو وبدا كيمعني عليا وكيبغي يوصل ليا الفكره انني فقدت شرفي زعما مع شي واحد اخر. بقى هكذا كل مره يجبد عليا هذا الموضوع، حتى لواحد النهار هضرت معاه قلت ليه انا متاكده غادي تكون غير انت اللي درتي ليا شي حاجه،
خصوصا فاش كنتي كتشربني داك الفانيت ديال الناس. قال لي لا انا عمرني درت لك شي حاجه ولا اديتك فاش كتكوني ناعسه. هو شويه قال لي واقيلا نهار الفلاني فاش كنت كنمارس معاك يمكن تصاطحت معاك ولا مرات ويمكن ما عقدتش براسي. ولكن اخوتي انا ما صدقتش الهضره ديالو نهائيا، حيت كون كانت هاد الهضره بصح كون انا حسيت بشي حاجه، مثلا تقصح ولا يهبط معايا الدم. مع العلم فوق ما كان سالي معاه كنوض نغسل حالتي وما عمرني لاحظ شي حاجه. المهم ملي قلت لي هاد الهضره خدا ليا واحد التليفون وعطى ليا شي فلوس، ومن تما ما بقاش كيتصل بيا لحد الان. دابا تقريبا شي 8 شهور ما عاودش شفتو. اما ديك الفلوس اللي كان كيعطي ليا كلها كنت كنعطيها الماما، حيت كما كتعرفوا كانت هي كدير غير الحرام، يعني ما عندهاش شي خلصه باش تعيش وتعيش خوتي. ما نكذبش عليكم اخوتي، يكون ما كانش الفقر ما عمرني نفكر نمشي نمارس مع داك السيد، حيت ما كانش كيعجبني الحال نهائيا، ما كنتش كنحملو اصلا يقرب ليا. وهادشي اللي كاين بخصوص داك الراجل، من مور هادشي كامل درت علاقه عاوتاني مع صاحب ماما اللي كانت كتبغيه وكتجيبو معها للدار، بحكم انا كنت عاودت العام ديال السابع. كان كيجي راجع معايا الدروس كيحفظني، وفديك الوقيته انا عاودت لي كاع داكشي اللي وقع معايا، علاقتي بداك الراجل الكبير اللي دار معايا، عرفتي داكشي اللي دار معايا بابا. هو استغل الفرصه بدا كيتقرب مني فاش ما كنتش فاش ما كتكونش مثلا ماما معنا في الدار، صافي بقى هكذا حتى وقع اللي وقع. ورجعت كنمارس معاه، الصراحه كنت كندير معاه داكشي بالرضا ديالي، بحكم هو كان غير صغير، يلا عنده 28 عام وعاد زوين. هي هذيك ما نكذبش عليكم، يعني شحال مره بدا كيدخلني النادى ومش شحال مره حاولت اني نبعد عليه، وهذا الشيء كامل بسبب ماما، حيت كانت كتخليني بوحدي في الدار وكتسافر وتخلي لي غير 20 درهم كتقول لي اصرفي فيها حتى نجي، وهي كتغبر بالسيمانه ما كيبقاش ليا حتى باش نصرفها. وهذا فاش كنت كنطلب الفلوس لصاحب ماما كيقول لي حتى تعطيني عاد نعطيك، هو كان كيقولها لي بطريقه غير مباشره. كنت كنضطر ندير معاه الحرام، داكشي اللي باغي كنت كنديرو معاه. مع العلم عاودت هادشي لماما وقالت ليها فاش ما كتكونيش في الدار ها شنو كيدير وشنو كيدير، ونفس الشيء حسيت بيه عاوتاني بحال باغا دير كيما دارت ليا مع داك الراجل الكبير. المهم من بعد بدلنا ديك الدار الحمد لله، ما بقاش كيجي عندنا حيت ساكنين مع الناس، وشحال مره كيجي عندي فاش كنكون بوحدي، ولكن ما كنحلش ليه الباب وقطعت عليه في مره. ما علينا، مشات ايام وجات ايام، فاش كملت 15 عام صاحبت مع واحد الولد كبير عليا بامين، ولكن كان كيقرا معايا في نفس القسم بكثره ما انا مكلخه. داكشي اللي وقع ليا عاودته ليه، هو استغل الفرصه وبديت كندير معاه داكشي خايب. ومن بعد غادي نعرفوا انه مدمن على المخدرات والسيليسيون، ولكن ما تسوقت حيت كنت كنبغي بزاف. بقات العلاقه ديالنا مستمره، واحد النهار ما كانتش ماما في الدار، فاش قلتها ليه قال لي نجي عندك غير نشوفكم شي بحالي. قلت ليه واخا، فجاه لعب ليا بعقلي وقع لي وقع بيناتنا. فجات ماما حصلت عندي وحسات بشي حاجه وقعت بيناتنا، بقات كتاير وكتسب، من تما ما بقاش عاود جا لعندي، ورجعنا كنديروا داكشي الخايب غير في الزنقه. ومن بعد ما دازت مده رجع كيفرض عليا نمارس معاه بالسيف، وفاش ما كنتش كنقبل كيبقى يهدد فيا انه غادي يمشي يقولها لبابا وكذا، المهم ويعاود لي داكشي كامل، داكشي اللي انا كنت عاودت ليه. هو رجع كيستعملو المصلحه ديالو وكيستعملو ضدي انا، لدرجه ولا كيتحكم فيا لواحد الدرجه اللي كانت كبيره، كيضربني كيدير معايا بزاف ديال الحوايج خايبين. ايوا انا ما كنتش كنقدر نهضر حيت كنت كنخاف منه بزاف. واحد المره كنت يلاه راجعه من السفر وعطات ليا ماما الفلوس باش تشري الكتوبه، مشيت انا تلاقيت به، وقبل هو باش شاف عندي ديك الفلوس خداها ليا مشى شرا بها المخدرات. يعني رجع كيتعامل معايا بحال مرتو، ولكن الغلط ديالي حيت مشيت عاودت ليه الاسرار. واحد المره عاوتاني في راس العام خليت ليه التليفون ديالي، قال لي في العشيه غادي نجيبو ليك، ولكن ما جابوش ليا. وفاش قلت عن ماما اتصلت به قالت لي اما تجيب لي تليفون بنتي ولا غادي ندير لك ونفعل ليك، وفعلا جابو. ايوا يا خوتي صبرت على داكشي اللي كيدير فيا، حيت كنت كنخاف من التهديدات ديالو، كنت كنعس بالسيف، واي حاجه كيطلبها مني كنت كنديرها ليه بالسيف. وزيد من فوق كيعطي ليا قتل هاد العصا. بقيت هكاك حتى لواحد النهار عييت بزاف، وانا نتصل بالوالد قلت ليه راه واحد الولد راه كيتعرض ليا وكيطول عليا يدو. صافي ديك الساعه اتصل به وبالام ديالو هددهم مزيان، ما نعرفش شنو قال ليهم. من تما تفرق عليا وما بقاش كيدور بيا لحد الان. حاليا شي 8 شهور ما عاودش شفتو، شحال من مره صيفط ليا في الواتساب كيقول لي حقا خلينا غير اصدقاء، ولكن انا ما كنتش كنقبل.
حيت خفت نرجع له وندير معاه شي حوايج اللي ما فيهم ما يتشاف. هي هذيك داس ايام عاوتاني حملات الوالده ديالي من الزنقه، ونهار عرفت راسها حامله كحلات الدنيا في عيني، حيت غارفه غادي تدوز علينا ما غاديش نلقاو باش نخلصو الكرا ولا باش نصرفو، بحكم فاش كتحمل ماما ما كتبقاش تخرج مع الرجال. المهم حاليا ولدات عاوتاني وليد، وعنده دابا شهرين، ومن مور ما ولدات رجعت عاوتاني لديك الطريق تاع الفساد. انا ما كرهتنيش نرجع نمشي عند هذاك الراجل الشارف باش نجيب لها الفلوس، ولكن هو قطع معانا وما بقاش كيتصل بينا. وقبل ما ننسى خوتي، واحد الحاجه ما قلتهاش لكم، فاش كنت في علاقه مع هذا الراجل الكبير كنت مرضت بفقر الدم، وهو اللي كان جاب لي الدواء، قال لي ديري الفقر الدم، بقيت كنشربو. من بعد اثر عليا، رجعت كنتخيل شي حوايج. مثلا واحد النهار كنت ناعسه وشفتو فتح لي الباب ديال البيت، لغت ليه مي قلتها ليه، قال لي لا انا ما فتحتش الباب. صافي راجل خاف ندير ليه شي مشكل. فاش عاوتاني قلت ليه كنت كندير ليا شي حاجه في الليل فاش كتشربني داك الفاني ديال النعاس، زاد خاف على راسو وقطع معنا في مره. من مورا ما تفارقت مع داك الولد اللي كان كيهددني يا داك الولد اللي كان كيهددني بست شهور كنت تعرفت على واحد الولد اخر عنده 20. في الاول كنت كنهضر غير انا وياه غير عادي، من بعد صاحبت انا وياه حيت ارتحت ليه بزاف، ومن موراها طولت العلاقه ديالنا، وجع كيسوني شي اسئله في شكل بحال الا شك فيا انني ماشي بنت ودرت نفس الغلط، ولكن ما قلتش ليه كلشي. يعني عاودت ليه فقط على الظروف ديال ماما ودوك خوتي اللي ولدات في الحرام، عاودت ليه كذلك على داك الراجل الكبير، وهذا الشيء عاودته ليه شهر دابا تقريبا. طلب مني نمارس معاه السطحيه، ولكن انا ما قبلتش، واخا فاش كنكون معاه كنحس بشي حاجه كتقول لي ديري داكشي، ولكن كنتراجع في اخر لحظه. ولكن الان الحمد لله عمرني درت معاه شي حاجه. مع العلم قبل ما نعاود ليه الظروف ديالنا كان كيهتم بيا بزاف، ولكن غير عاودت ليه تبدل معايا، يعني ما بقاش كيهتم بيا كيف ما الاول. ما عرفت واش انا غلطت ملي حكيت ليه الظروف ديالي ولا لا. وحاجه اخرى، لحد الان مازال ما عرفتش واش ماما عرفاني انني ما بقيتش بنت، وخفت نمشي نقولها لها تزيد تبقى تقول لي يا خرجي مع الرجال، وهادشي اللي خلاني نسكت ما نقول لها والو، حيت الصراحه ما بغيتش يكون المصير ديالي بحال ديال ماما. بغيت حتى انا نقرا نوصل شي حاجه زوينه، خصوصا انني جبت في هاد الدوره معدل عالي اللي هو 16، وكنتمنى نبقى في هاد المستوى وما نوقف حتى شي حاجه، وحتى شي حاجه ما توقفني، حتى شي حاجه ما توقف طريقي اللي تخليني نضطر نخرج من قرايتي. وهذه القصه ديالي. وحاليا دوك الوليدات اللي ولدات ماما من الزنقه مازال ما دارت لهم الوراق وما حطاهمش في حاله مدنيه اصلا، وهذا اللي تزاد لي برا الاولى مازال ما درتها ليش مسكين. سبحان الله، وعاطيهم ربي واحد الزين تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه لاختي حاليا عندها 10 سنين وعايشه مع خالتي اخرى، صراحه عايشه مكرفصه وكيضربوها ولاد خالتي. مع العلم هاد خالتي نيت اللي كانوا كيتحرشوا بيا ولادها، كنت صغيره انا وكانوا كيتحرشوا بيا ولادها، وكنتمنى اختي ما تعيش داكشي اللي عشتو انايا. ما كرهتش تجي تعيش معانا، ولكن الوالده ما بغاتهاش تجي، حيت خايفه يوقع لها داكشي اللي وقع ليا انا. ما نكذبش عليكم، انا كنخاف على اخوتي لواحد الدرجه ما كتصورش. كنتمنى ربي يعاونني ويسهل ليا باش ما نخلي حتى شي حاجه تمسهم ولا تاديهم. وبالنسبه لخويا دابا عايش مع جداتي ام الوليد، وما خصهم حتى شي خير. اما الوليد ما كيسولش فينا نهائيا، ما كيصرفش علينا لا انا لا اختي، كنطالبوه يصرف علينا ولكن ما كيقبلش، وكيبلوكينا باش ما نصدوش. وهذه دابا شي 6 شهور مني حرق الاسبانيا، بحكم داكشي اللي دار ليا في صغري ما كنحملش اصلا نهضر معاه ولا نسول فيه، حتى العائله ديالو ما كيسولوش فينا وكيكرهونا، بحكم هم معروفين بالشعوذه. ما كنبغيش نمشي حتى عند شي واحد فيهم، ما عنديش معهم اصلا صيله، حتى العائله ديال ماما ما عندهمش معانا، ما كيبغيوناش تكونوا حسن منهم، خاصهم دائما يشوفونا لتحت ولتحت. وبالنسبه لذاك الولد اللي ولدت ماما في الاول قبل ما تولدني انا، طلبت من خالتي باش تاخذني لعندو، واخا ما عارفاهش واش هو عارف الحقيقه ولا، المهم انني نشوف، حيت خافت لا قدر الله نتلاقاو شي نهار ونديروا علاقه وما نكونوش عارفين اننا خوت. مع العلم حاليا تكون عنده داك 22 سنه، وهذا الشيء اللي كاين. اولا كنتمنى منكم تعاونوا معايا نبقى مستمره في الدراسه ديالي، اعتبروني بنتكم اختكم، فيدوني بالنصائح ديالكم، وتقولوا لي فاش غلطت، واخا انا عارفه راسي غلطت بزاف، انا ما كرهتش تقولوا لي شنو خصني ندير مع هذا الولد اللي راني مصاحبه معاه حاليا. هو صراحه ظريف ولد الناس، مع العلم دائما كيقول لي انا معاك وما عمرني نتخلى عليك، ولكن بسبب كاع داكشي اللي داز عليا ما بقيتش كنثق في اي واحد. وهذا الشيء كامل اخوتي اللي بقى ليا كنحمل المسؤوليه ديالو الوالديه، حيت كون كان والديا ديال بصح راه ما غاديش نوصل لهذا الشيء. شحال من مره هضرت مع ماما باش تبعد عليها الطريق،
ولكن ما قبلاتش حيت ما عندهاش حاجه سميتها الخدمه. وشكرا بزاف على الاستماع ديالكم. السلام عليكم.